يا سلام على قعدة حلوة كده في الجمالية عند الناس الجميلة، وقدامك الصينية النحاس والكوبايات النحاس والكنكة النحاس والسبرتاية النحاس، وانت بتشرب أحلى فنجان قهوة عند الناس المتخصصة الحرفجية الصح بتاعت صناعة النحاس من عند كوكا عواجة، صنايع محترف بيعمل الحاجات الحلوة دي. تعالوا نبتدي حلقة جديدة من سر الصنعة ونشوف هنوريكم فيها ايه. لكم ان تتخيلوا بقى ان قطعه النحاس دي هتطلع في الاخر السبرتايه دي. معانا بقى الاستاذ سامح اللي هو صاحب الكيان وصاحب الموضوع هنا، هيعرفنا ازاي النحاسه دي كده قطعه النحاس سبرتايه. الخطوات ايه؟ الخطوات هي بتخش طبعا من جيبها هي كخامه لسه بكر، تخش المرحله الاوليه اللي هي المخرطه. بتاخد وش وبتاخد وش تاني، وبعد كده بتاخد وش تالت هنا كده كمان تضليع وبتجزء الجزء اللي هو اللي فوق بالظبط. بس طبعا ما عدا العمدان. لا، ما عدا العمدان وما عدا الكلمات اللي هي اللي فوق دي لسه. هي بتخش على المخرطه الجزء الاولاني. تعالوا بقى نشوف اول مرحله من مرحله تصنيع السبرتايه ازاي. لازم بعد كده اول ما القطعه ما بتطلع بيحموها بالنار، وبعد كده طبعا بتشطف عشان تتبرد. ادي كده الوش بتاع السبرتايه بعد ما الحرق بالنار وبعد كده اتشطفت، هيكمل المرحله. اتفضل. ده كده اهو، ده كده الوش قلبها، الوش بتاع السبرتايه. بعد كده بقى هنعمل ايه؟ بنخش مرحله التقطيع هنا، البوز بتاع الفتيل والسبرتو. يعني هنا هنفتح عشان بوز الفتيل، وهنا السبرتو بتاع السبرتو. ماشي، تمام. ادي الفتحه اهي، ركب يلا الثانيه بتاعت الايه، بتاعت الفتيل. هنشوف بقى بعد كده فتحه اللي هي السبرتو، وادي الفتحه اللي هي بتاعت خزان السبرتو، لسه طبعا هتتقفل وتتبرشم. بعد كده المرحله الثانيه بقى اللي هي الطبه اللي هنقفل بيها ونلحمها بتاعت خزان السبرتو، اللي هي خزان السبرتو. اتفضل. تمام جدا كده اتقفلت الطبه بتاعت الخزان. كده احنا هنعمل بعد كده مرحله الكعب بقى. دي مرحله الكعب، ودي مرحله ثانيه اللي هي بتاعت التقفيل من الكعب من تحت، اللي هو الكعب هيبقى اللي هو كعب هيبقى زي كده، وبعد كده ويتملي رمل زي كده اهوت. بالنسبه للتقل بتاعها عشان ما تقعش يعني. وتتقفل كده برضو على المخرطه. اهو ادي الكعب اهو كده طلع في الاخر، وبعد كده بيتملي كده برمله عشان طبعا التقيله بتاعه السبرتايه، وبعد كده بتتقفل. صح كده؟ بتتقفل. كده اتقفلت. كده اتقفلت. كده بقى احنا رايحين لمرحله التقفيل بتاعه الفتحات اللي اتعملت بتاعه السبرتو والفتيل. تمام كده. هنخش بعد كده بقى على مرحلة التلميع، وبعد كده هنركب العمدان. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. مية مية. بعد التلميع الجميلة دي بقى هتتخرم الثلاث اخرام بتاعت الرجول. الرجول النحاس الجميلة اهي هنديها بقى ايه لمحمد يركب. تسلم ايدك، تسلم ايدك. بصوا الجمال، بصوا الجمال. هنخش بقى على المرحلة الثانية اللي هي اليد. هنشوف بقى المرحلة اللي قبل الأخيرة اللي هو التلميع النهائي بتاع السبرتاي. اتفضل. ده
ما شاء الله طلعت يعني حته ذهب مش حته نحاس، قمر جميله جدا. تعالوا بقى نشوف المرحله اللي هي بتاعه تركيب الفتيل واللي هي بتاعه بيخش منها السبرت. دي كده بقى احنا بنبتدي يا هو يعني نشطب في الايه في السبرتايه. بنركب الفتيل اللي هو الحاجه الاخرانيه بتاع السبرتو الوز دي كده الفتيل ودي كده بمكان السبرتو. الله تحفه التحف. نشوف بقى المرحله الاخيره بتاعتها اللي هي بتاعه الرمه اللي هو ايه الطفايه. الطفايه دي كده بقى اللي هتتحول للطفايه بتاعه السبرتاي. اتفضل. وبعد كده بتبقى احلى سبرتايه، وبعد كده بتتعلم والقمع كمان بتاع السبرت اهو، ويبقى المنتج الجميل في الاخر بتاع السبرتايه ده. هنشوف بقى ازاي دي تطلع كنكه في النهايه. اتفضل. دي كده اول مرحله من الكنكه دي. تعالوا نشوف بقى المرحله الثانيه ايه. دي كده المرحله الثانيه، وهنخش بقى على المرحله الثالثه اللي هي قبل النهائيه. بعد كده هنخش على مرحله الكعب، وبعد كده الايد بتاعه الكنكه. الكعب اهو بيبقى مختوم طبعا باسم البراند، وبعد كده هيتقفل. بعد التلميع اهو واتعمل ثقب ليها هنا فورم كده، هتخش البرشامه دي كده وهنقفل الايد بتاعتها. كده خلصت صح كده؟ ادي كده الكنكه الجميله النحاس اللي بنشرب فيها قهوه خلصت بالشكل ده. اخر حاجه هوريها لكم في التصنيع بقى النهارده في حلقه النهارده، دي كده هتطلع صينيه نحاس. ادي كده الصينيه، وطبعا هتخش على مرحله التلميع وبعد كده النقش. وادي كده الصينيه بعد ما اتنقشت، وادي السبرتايه اللي احنا شفناها والكنك كمان بيعملوا هنا المباخر الجميله الشيك اللطيفه دي، وقدر الفول اللي هي الحاجات بل ايه الحاجات الزينه الجميله اللي بتتحط في البيوت، الحاجات النحاس دي بتبقى قيمه جدا، والاجانب بييجوا مخصوص من بره مع التور السياحي بتاعهم لازم يشتروا منتجات مصريه من دي عشان يتفخروا بيها في بلادهم بره. فما بالكم احنا هنا المصريين لازم نكون داعمين للصناعه ونشتري من الصناعات الجميله المصريه دي. وبجد كانت حلقه ممتعه جدا، انا بجد كنت سعيد معاك النهارده. احنا اسعد بحضرتك، واحنا اتشرفنا بلقائك النهارده، وتشرفنا ببرنامج سر الصناعه الداعم للصناعات الصغيره والحاجات النحاس الكتيرة، واحنا نورتونا النهارده واحنا سعداء بيكم. الله يعزك يا رب، ويلا بينا على اخر لقطه. يا رب تكونوا استمتعتوا معانا النهارده من حلقه البرنامج سر الصناعه.